الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات موضوع خطبتنا لهذا اليوم بإذن الله عز وجل الربانية في الصحبة والمصاحبة الربانية في الصحبة والمصاحبة ونقصد بالصحبة والمصاحبة ما يكون بين الناس من علاقات سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الجماعات فلا شك أن الإنسان هو مدني بطبعه لا شك أن الإنسان هو مدني بطبعه سواء كان مسلماً أو غير مسلم ينتمي إلى عقيدة أخرى من غير عقيدة الإسلام المهم هو أن الإنسان مدني بطبعه يألف ويؤلف ولا بد للإنسان أن تكون له علاقات
لا يمكن أن يعيش بعيدا عن عالم الناس، لا بد لا 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 يمكن أن ينزوي بعيدا في مغارة أو في كهف أو في جهة خالية مقفرة بعيدا عن الناس، لا بد أن تكون له علاقات. وهذه العلاقات عندما يتعلق الأمر بالمسلم، ونحن دائما نتكلم عن المسلم لأننا نخاطب المسلمين ولا نخاطب غير المسلمين. نعم، نخاطب غير المسلمين عندما نكون معهم في حوار، عندما نكون معهم في نقاش، عندما نكون معهم في ندوات أو في مناظرات نناقش غير المسلمين. وهناك أدب الحوار مع غير المسلمين أو أدب يتعلق بالحوار مع غير المسلمين، لكن عندما يتعلق الأمر بيوم الجمعة أو بخطبة الجمعة أو بالدروس داخل المسجد فالخطاب لا شك أنه سيكون موجهاً، وينبغي أن يكون كذلك، أن يكون موجهاً للمسلمين. كيفاش يمكن تكون العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم؟ ما هي الضوابط التي تحكم هذه العلاقة؟ لابد أن العلاقة بالمسلم والمسلم الصداقة أو الأخوة أو الصحبة أو المصاحبة أو المخالطة. قلت في البداية على صعيد الأفراد أو على صعيد الجماعات، مجموعة مع مجموعة في علاقة، في مخالطة، في صحبة، في سفر، أو علاقة بين اثنين، بين فردين، يعني صديقين حميمين يلتقيان يجلسان يتحاوران يتكلمان إلى آخره. ما هي الضوابط التي تحكم هذه العلاقة؟ الضوابط لا شك أنها ستكون ضوابط شرعية. أنا عندي علاقة أو عندك علاقة مع شخص، لابد أن تكون هناك ضوابط لهذه العلاقة. من هو هذا الشخص الذي تصحبه؟ ومن أنت أيضا بالنسبة لصديقك أو لأخيك أو لمن تخالطه؟ من تكون أنت ومن يكون هو؟ وأقصد بذلك الالتزام بضوابط الشرع. اسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحدد لنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو من المبشرات، يحدد لنا النتيجة التي تنتج عن علاقة بين أخوين مسلمين أو صديقين مسلمين ملتزمان بدين الله عز وجل وينضبطان في علاقتهما بضوابط الشرع. انظروا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نتيجة هذه العلاقة المنضبطة بضوابط الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم، وهذا هو الشاهد عندنا من الحديث، رجلان مسلمين لا شك أنهما مسلمين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. العلاقة التي تربط بين هؤلاء الاثنين هي علاقة منضبطة بضوابط الشرع. نعم يمكن أن تكون، احنا ما كنقولوش، لا نقول بأن العلاقة بين الشخصين أو بين الجماعتين لا بد أن تكون دائما ذات صبغة دينية، حوار ديني، نقاش ديني، تناصح، كذا كذا. نعم هذا هو المهم، لكن يمكن أن تكون علاقة تجارية، تنبيعون شري وإحنا بجوج مشاركين، عندنا شراكة تجارية. وش الإسلام كيحرم الشراكة التجارية بين شيء اثنين أو بين جماعتين أو بين مؤسستين؟ الإسلام لا يمنع هذا، لكن حتى هذه العلاقة، حتى تلك العلاقة التجارية التي تربط بين الاثنين أو بين الصديقين أو بين الشريكين تضبطها ضوابط الشرع. حرام الغش، يحرم عليك أن تغش. أنا لما كندير معك علاقة تجارية أول ما كينقدح في الدين ديالي وما أضعه نصب عيني
أنني لا أكذب عليك ولا أغشك ولا أدلس عليك. متفقين على هذا القضية؟ إذن هذه العلاقة حتى العلاقة التجارية راه كاينة ضوابط شرع لك تضبطها، ماشي كما كيقولوا بعض الناس اليوم كيروجوا كلام وكيعطيه واحد القيمة وكيعطيه واحد القداسة كأنه قرآن معصوم. النصوص القرآنية هي المعصومة. إذا قال الله شي حاجة أمرنا بأمر فلا يمكن أن نناقشه، نقول أنا رأيي كذا، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أبدا، لأنه وحي مثله كذلك غير متعبد بتلاوته. الفرق بينه وبين الوحي القرآني هو أن الوحي القرآني يتعبد بتلاوته، والوحي النبوي مثله غير متعبد بتلاوته. كيقولوا الله يجعل الغفلة بين البيع والشري، هذا كلام غير مقبول. الله يجعل الغفلة بين البيع والشري يعني أنك إلا غفل طرت عينه، كما نقولوا إحنا بالدرجة ديالنا إلا غفل طرت عينه. إذن هذه العلاقة إلا كانت بهذا الشكل وكذا لا قيمة لها في ميزان الله عز وجل. ولذا قلت حتى العلاقة التجارية، باش ما نمشوش بزاف في هذه النقطة، حتى العلاقة اللي كتكون فيها تجارة الإسلام لا يحرمها. عندنا شركة كنديروا صباغة، كنقوموا بتزليج البيوت، كنقوموا بتلبيس الجدران، كنقوموا بأشياء بصناعة أو حرف مختلفة. واش الإسلام كيحرم هذه الشركات والعلاقة التجارية بين الناس؟ لا يحرمها حتى مع غير المسلم. إذا كان مسلم مع غير مسلم، هل يمنع الإسلام أن تكون شريكا لغير المسلم؟ ممكنش. هذا هولندي ماشي مسلم وهذا مغربي مسلم، داروا شركة، واش الإسلام تيحرم هذه الشركة؟ ما كيحرمهاش، ولكن يجب عليك أن تعامله بالقدوة حتى ينظر فيك أيها المسلم على أنك تمثل ذلك الدين الذي تدعو إليه. مشكلتنا اليوم هو أننا ندعي، مش كان ندعي وإحنا مسلمين ولله الحمد ما فيه شك، لكن ندعي أننا متمسكون بالدين، هذا هو المشكل. من ناحية الانتماء إحنا مسلمين، ولكن التطبيق العملي للإسلام لا نستطيع أن نجامل أنفسنا وننافق أنفسنا ونقول بأننا نطبق الشريعة في أنفسنا. نتكلمش أنا على الشريعة التي تتعلق بالحدود، قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر، هذه مسألة الحاكم هو الذي يقوم بها، نحن ماشي معنيين بهذا الأمر. هذا نحن دعاة لا قضاة، نحن دعاة كما قال أحد الدعاة إلى الله قديما، قال نحن دعاة لا قضاة، لكن واش تطبق الشريعة في علاقاتنا فيما بيننا، في تجارتنا، في صناعتنا، في علاقتنا بالآخر؟ كل واحد راه يقدر يجاوب على نفسه، ما نقدرش نقول شي حاجة، لكن كلنا راه كنعرفوا نفوسنا شنو كنديروا، لأن ذلك الآخر اللي كنقولوا الآخر اللي هو كنقول الآخر هو غير المسلم، أنا والآخر، الآخر هو غير المسلم. أما المسلم ما كنقولوش الآخر، أنا مسلم وأنت مسلم، أنت تخاطبني بأنني مسلم وأنا أخاطبك بأنك مسلم أو بكونك مسلم. أما الآخر عندما نقول الآخر فنعني به غير المسلم. ماذا ينتظر منا هذا الآخر؟ يريد أن يرى ذلك الإسلام الذي ندعيه لأنفسنا ونقول بأننا ننتمي إليه، كيشوف واش هذاك الإسلام اللي كيتقرا في القرآن وكيتقرا في الأحاديث النبوية وكيتقرا في الدين الشريعة، واش كيتطبق على أرض الواقع؟ راه ما كيشوفش النصوص اللي كتقرا عليه، كيشوف العمل ديالك انت، هل انت تطبق الشريعه؟ ولذلك وجب عليك اذا كنت في علاقه مع غير المسلم ان تكون مطبقا للشريعه في حدود، طبعا لا تتنازل عن مبادئك ولا تخنع لغير المسلم ولا تعطي الدنيه في دينك. نعم كما وقع لبعض الناس اليوم، بغاوي يندمجوا، بغاو يندمجوا في المجتمع، في المجتمعات الغربية، ما كنتكلمش على هولندا، هولندا نموذجا في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات الأمريكية، أرادوا أن يندمجوا وأن يظهروا للآخر على أنهم مندمجون، ولكن خرجوا على السكة. الاندماج عنده حدود، ما يمكنلكش تنازل على الأمور ديال الدين ديالك، ما يمكنلكش تطعن في الدين ديالك، ما يمكنلكش أنك تدعو إلى الفساد وإلى الانحلال لتظهر لهم على أنك مندمج. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن عندما تكون ملتزما بدينك تكون قدوة. وقديما قال أحد من أسلم، مش قديما حديثا،
قال أحد من أسلم: ما أعظم ما أعظم هذا الدين. هذا كان ماشي مسلم ودخل الإسلام واعتنق الإسلام وتشبع بالإسلام وتصربل قلبه بنور الإيمان، أصبح من الدعاة، كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه وأصبح ملتزما بدين الإسلام وأصبح من الدعاة إلى الإسلام. ماذا قال؟ قال: ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال، ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال. إذن هذا الدين لا يقوم إلا بالرجال، نعم برجاله، لا نقصد الرجال الذكورة أبدا، الرجال الذين أشار إليهم القرآن الكريم في قوله عز وجل: رجال صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذا ما يقصد. ولذلك العلاقة بين الناس سواء كانت على صعيد الفرد أو على صعيد الجماعة يجب أن تحكمها ضوابط الشرع. لا يمكن أبدا أن أكون في علاقة معك وأنا أشرق وأنت تغرب، الله يجعل الغفلة بالبيع والشريك يقول، ما يمكنش أبدا. فهذه العلاقة لا يمكنها أن تستقيم ولا يمكن لهذه العلاقة أن تحقق الأهداف المرجوة منها إلا إذا كنت ألتزم بالشرع أو بضوابط الشرع في علاقتي معك، وتلتزم أنت كذلك بضوابط الشرع في علاقتك به. ولكن العكس من طرف أو من الطرفين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار، كل واحد خد النتيجة ديالو، هناك من سيخ إلى النار وهو يستحقها وما ربك بظلام للعبيد، وهناك من يساق إلى الجنة وهو يستحقها برحمة الله تعالى وبفضل منه. يخاطب هؤلاء الذين كانوا في علاقات في الدنيا على غير دين الله، كتربطهم علاقة الخمر، كتربطهم علاقة المخدرات، كتربطهم علاقة الربا، كتربطهم علاقات النميمة والغيبة ونهش لحوم الناس وهتك أعراض الناس. وعندما نقول هتك أعراض الناس لا نعني بذلك أن تقع في الزنا، أن تهتك عرض امرأة أو فتاة أو قاصر أو كذا، بمجرد ما إن تتكلم بلسانك في عرض أخيك فقد هتكت عرضه وأنت مستحق لغضب الله عز وجل. فإذن هؤلاء الذين عاشوا هذه العلاقة التي لا تنضبط بضوابط الشرع، لا علاقة لها بالدين، عاشوا على أهوائهم في علاقاتهم، يخاطبهم ربنا، يقول ربنا عز وجل عنهم في سورة الزخرف، والآية تحفظونها جميعا لأنها آية من كتاب الله عز وجل، وهي متداولة على ألسنة العلماء والوعاظ والخطباء من فوق المنابر. ولذلك قلت تحفظونها، وهي قوله تعالى: الأخلاء، الأخلاء، قل إن شئت الأصدقاء. وهؤلاء الذين كانوا في خلة أو في علاقة سواء كانوا كما قلت في أفراد أو جماعات، شو يقول ربي عليهم؟ الأخلاء، واحتف على من النساء، لا نخاطب الرجال فقط بل نخاطب المسلم كان رجلا أو امرأة. العلاقة بين النساء كذلك، المرأة مع المرأة ذيك العلاقة اللي بينها صاحبتها، تنقولوا احنا صاحبتها، الصديقة ديالها، الجارة ديالها، أو أختها في الله، العلاقة اللي كتربطهم لابد أن ينظر كل واحد، أن تنظر كل واحدة منهن في علاقتها مع أختها، على من كنجلسوا، على من تتعرفوا، على من كنتجمعوا. هذيك الساعة أو ساعتين عندما نجلس في البيت أو في الحديقة أو في البارك أو في الطريق أو في السوق، شنو هي العلاقة اللي كتربطنا؟ علاش تلاقينا وعلاش نتفرقوا؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وكذلك النساء، ما كتعنيش غير الرجال فقط، حتى المرأة، المرأة مع أختها إذا اجتمعت في طاعة الله عز وجل وأحبت إحداهما الأخرى في الله عز وجل، لا شك أنه
أخلاء يومئذ راه ما كانوش أعداء في الدنيا، كانوا أصدقاء. كانوا كيقول له أنا تنموت عليك، وهي كتقول له أنا كنموت عليك، وهو كيقول أنا نموت عليك. وكيقول للصديق ديالو أنا دائما أفكر فيك، دائما أنت معي في خيالي، دائما أنت في قلبي، دائما كذا. ولكن يوم القيامة ربي تيكذب هاد اللقطة. يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. علاش يقول له انت هو اللي خرجتني على الطريق؟ ان كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ويوم يعض الظالم على يديه، اسمع هذه من سورة الفرقان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لأن شحال من واحد غير في الدنيا هنا قبل الآخرة، شحال من واحد كيندم، وهادشي كنا كنعرفوه، كيندم على النهار ما دار والو. ولا يحق لك أن تلوم الزمان، ولا يحق لك أن تسب الدهر أبدا، لا يجوز. لوم راسك أنت، كما قال إبليس لمن أغواهم وأوقعهم في النار فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما تقولوش أنا ندمت على النهار اللي عرفتك فيه، النهار ما دار والو. يكون لحد النهار ما دار والو، أنت هو المشكلة. أنت ما عرفتيش تختار الصديق ديالك، وهو ما عرفش يختارك. كلاكما جاهلين. هو كان عنده غرض مادي، كانت عنده مصالح شخصيه، وانت كذلك. لما انتهت المصالح الشخصيه وانتهى كل شيء، لان كل علاقه لا تنضبط بهذه الضوابط الشرعيه فمصيرها شنو المصير ديالها؟ الانفصام. هذه تقطع. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم، واخا تكون حافظ القران وصاحبك حافظ القران، تحمل المصحف في صدرك، إلا ما كانتش العلاقة ديالكم تحكم هذاك القرآن وتجمعكم النميمة والغيبة وهتك أعراض الناس، لا قيمة لكما ولو كنتما حافظي لكتاب الله. لأن القرآن جاء ليعمل به، ماشي غير تقرأ وليتعلق في الجدران وليتدروا به الحلوزة، جاء ليطبق على أرض الواقع. ويوم يعض الظالم على يديه ماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، تقول أويلو، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تتمنى لو أنه ما عرفتوش وما كانتش عندي به علاقة. ثم يقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولهذا لابد أن تكون عندنا تلك النظرة عندما نريد أن نربط علاقات فيما بيننا. اللي كتجلس معاه في الجامع شكون هو وشكون أنت؟ كيف يجب عليك أن تتصرف وكيف يجب أن تتعامل؟ والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، كاع المسائل اللي كتكون بين الناس من كلام وحوار ونقاش وهمسات ولمزات وغمزات، لا خير في كثير من نجواهم إلا، هذا الاستثناء اللي هو محمود، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ورا في البداية باش ما نعاودش الكلام، قلت بأن العلاقة التجارية راه ماشي محرمة. إلا كنا كنهضروا على التجارة كاين مشكل. منين جبتي السلعة؟ شحال باش جبتيها؟ أرى الفاكتورة نشوفها، أرى نطلع على كذا، واش مشيت؟ هذه مسائل ما كاينش مشكل فيها. ماشي ضروري خص يكون فيها حوار ديني، حوار تجاري ما كاين مشكل، غير يكون الصدق. يكون الصدق وتكون الأمانة، أن تكون صادقا وأن تكون أمينا. يحكيوا على أنه كانوا جوج ديال الأصدقاء فلاحة. شاركوا في واحد الفلاحة، شاركوا في واحد مشروع فلاحي. كراوا واحد الأرض
وزرعوها حرثوها وزرعوها القول البذور فيها، لأن الحرث المراد به الزرع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال ابن كثير رحمه الله المراد بالزرع هو الإنبات، ولذلك جاء في الحديث لا تقول زرعت ولكن قل حرثت، لقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون، هذا المقصود. فإذا هكذا نقول الحرث، وهو ما كنجيبوا التراكتور نقلبوا الأرض والمحرث الخشبي، لكن هذاك الزرع كما جاء في هذه الآية. كانوا أصدقاء داروا واحد مشروع فلاحي، كان النمل، قيل أنه كان النمل، كانت النملة تأخذ الحبة من القمح وتأتي بها من بعيد وتضعها في نصيب هؤلاء الصديقين. كانت النملة كتعاونهم كتجيب الحبة ديال الزرع من مكان بعيد وتدخل لهم الزرع ديالهم. دازت واحد الفترة وكان واحد منهم ذكي كان كيراقب، جات واحد الفترة لقى النملة كتأخذ منهم وتدي لجهة أخرى. وقف صاحبه قال له اليوم غادي هذا فراق بيني وبينك، أنا لا أتهمك ولكن أصدقني القول، واش كاينه شي خيانة بيناتنا؟ أنا لا أتهمك، أنا ما ضبطتكش، لكن هو خذا درس من النمل. كانت النملة كتجيب الحب ديال الزرع من مكان بعيد وتأتي به إلى نصيب هذين الصديقين، ذاك الزرع ديالهم. فإذا بالنمل تغيرت حاله، أخذ يأخذ الحبة من القمح من نصيب الرجلين إلى جهة أخرى. قالوا اليوم أنا لاحظت واحد الملاحظة ولكن لا أتهمك ولكن أريد منك أن تصدقني، واش كاينه شي خيانة بيناتنا؟ ما قالوش أنت واش بيناتنا كاينه شي خيانة؟ قالوا نعم، فاعترف له أنه كان يخونه. ولهذا لما كانت الصداقة والعلاقة طيبة منضبطة بضوابط الشرع بين الاثنين كان النمل كيجيب لهم كيعاونهم، وعندما وقعت الخيانة داخل هذه العلاقة أخذ النمل، بدأ النمل يأخذ الحبة من نصيبهما إلى جهة معينة. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، وهذه الربانية في الصحبة التي نتكلم عنها اليوم تقتضي أن تكون فيها الدعوة، أن يكون الصاحب داعيا لصاحبه وكلاهما داعي للآخر، أي أن الدعوة تكون متبادلة بين الاثنين وهي النصيحة. مشكلتنا أيها الإخوة الكرام، سمحوا لي نقول وما أبرئ نفسي وأنا أولى بها منكم بهذه النصيحة، إحنا العلاقة ديالنا فيها مجاملات بكل صراحة، ما نكذبوش على نفسنا. الأكثرية الأغلبية ديال العلاقة بين الناس حتى داخل الأسر، العلاقة بين الأسر بين الأقارب كتكون فيها المجاملات، تغلب عليها المجاملات، ويا ليتها تكون مجاملة اللي كتألف القلب. هناك مجاملات كما قال أحد الحكماء قديما، المجاملات سلعة رخيصة في سوق النفاق. هو جلبته ما عجبكش وانت تقول له والله لو تتك، هذه راه ماشي مشكل، راه ماشي مشكل، ولكن انا غير كنحاول نبين بعض امور اخرى اللي اخطر من هذه. هو أنت تنظر إلى كثير من العيوب فيه وأنت تقول له والله أنت بخير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال قولة مشهورة تستحق أن تكتب بماء الذهب، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، قال لا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. المجتمع ديال الصحابة، ذلك المجتمع الفريد لسماه أحد الدعاة المعاصرين في كتاب، في فصل من فصول هذا الكتاب، قال جيل فريد نسيج وحده، أي متميز، بمعنى نسيج وحده معنى فريد من نوعه. جيل الصحابة ما كانش فيه مجاملات، لم تكن فيه مجاملات، ما ثبت أن أبا بكر الصديق جامل عمر
ولا عمر جامل أبا بكر أبدا، ما تبتش يقول له أنت كدوة، لا كانت الصراحة وكانت النصيحة وكان قبول النصيحة. مشكلتنا احنا وحتى إذا كانت النصيحة لا نقبلوها، الرجل تيقول له غير زيد للصف، تيقول له ماشي شغلك، شكون أنت باش تقول لي زيد للصف؟ كيفاش انا كيفاش نقبلوا نصائح في الامور الاخرى عندما يقع الانسان في الحرام ويجي واحد يقول لك اتق الله، كيدير معاه؟ كيدير معاه؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له اتق الله، شي واحد قال له اتق الله وهو امير وهو خليفه المسلمين في زمانه، عندما كان خليفه، عندما كان اميرا للمؤمنين، جاءه رجل فقال له يا عمر، ما قالوش انت يا امير المؤمنين، هذاك الاحترام ديال يا امير المؤمنين ما قالوش، قال له يا عمر، هكذا مجرد الاسم ديالو مجرد، قال له يا عمر اتق الله، اتق الله فينا. فقال له عمر وقد بدت على وجهه ابتسامه، ما كشرش على الانياب ديالو، قال له شكون انت باش تكلم معايا؟ لا واش تعرفني شكون انا بعدا؟ كاش هذا الشيء؟ قال له لا خير فيكم ان لم تقولوها لنا، ولا خير فينا ان لم نقبلها منكم، لا خير فيكم إن لم تقولوا لنا اتقوا الله أو اتق الله، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم، احنا ما فيناش الخير إلا ما قبلناش، سنقبلوها، ويجب عليكم أنتم أن تخاطبونا بها أو تخاطبوننا بها، تقولوا لنا اتق الله. والله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، ليس لأن النبي كان منحرفا، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، وهو القدوة وهو النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، قال له اتق الله، لأن الله تعالى يخاطب الأمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام. إذن من الأمور اللي خصنا ننتبه لها في العلاقة ديالنا أن المجاملات ما نقبلوهاش تكون، كاين مجاملات اللي هي ليست معيبة، مجاملات ليست معيبه، ماشي عيب. كتقول لك المراه كتقول للصديقه ديالها كتقول لها وكي جاتني هذه اللبسه، كتقول لها جميله، ولو انها هي تنظر ان ذيك اللبسه راه ماشي في ذاك المستوى، ولكن باش تخليها تبقى فرحانه باللبسه ديالها وكذا، ولكن كانت عندها ملاحظات تبين لها بطريقه فيها نوع من الحكمه. اما المجاملات القبيحه هي انه دار منكر وتقول له ما عليكش يا اخي، واش انت اللي كتشرع؟ لما كتقول شي انسان ما عليكش هو دار المنكر كتقول ما عليكش، كانك تشرع له ان يفعل المنكر، ولا بد لك ان تجابهه وان تواجهه وتقول له اتق الله هذا حرام. كيف هو دار الفتاه متبرجه متهتكه سافره عاريه، وجي واحد تقول لها والله الا وتتك اللبسه، سبحان الله، شنو من لبسه وتتها؟ نعم الزوج ديالها يقول لها واتتك اللبسه الا كانت لبستها له في الدار، نعم قول لها والله واتتك هذه اللبسه، ما كاين مشكل، تتبرج في بيتها لزوجها، هي متبرجه في الشارع وهي كتقول لها والله الا واتتك اللبسه، هذه مجاملات نفاقيه، هذه مجاملات ديال النفاق، كيف واتتك اللبسه؟ وانت تعلمين ان التبرج حرام، وانت تعلمين ان المراه اذا بلغت المحيض يجب عليها ان تلبس اللباس الشرعي الساتر، ولا أحدد لباسا بعينه، راه كل بلاد عندها اللباس ديالها، كل بلاد عندها الحجاب ديالها، حنا ما كنحددوش واحد الحجاب معين كنستوردوه من شي دولة أخرى، كل بلاد عندها الحجاب ديالها وعندها النقاب ديالها الخاص بها. كانت الأمهات ديالنا والجدات ديالنا قبل غير في السبعينات وفي بداية الثمانينيات كان حجاب متميز بكل المقاييس، ولا أعتقد أن هناك حجاباً في العالم العربي والإسلامي يكون في مستوى ذلك الحجاب. المرأة بالتام وبالقب ديالها واللباس مفضفض واسع وباحترام، اليوم طار الدرة وطار القب وطار هذا وطار هذا، وحنا راه يطير كل شيء، ويجي واحد يجي وحده تقول له واتتك اللبسة، والله إلا عرس درتو مزيان، عرس فيه الأجواق فيه الخمر فيه الاختلاط فيه الراقصات فيه المغنيين فيه الآلات الموسيقية المحرمة، ويجي واحد ولا جار ولا من العائلة يقول له والله إلا عرس سديتوا للناس فمهم ما خليتهمش يتكلموا، الأراذل هما اللي ما تكلموش، أما الناس الصالحين راه تكلموا، الصالحين راه ما عجبهمش الحال، الصالحين
لم يرق لهم ذلك. تتقول له والله لا علاش فرت هو فيق الناس من النعاس الكل ما فيقني من النعاس ما نعسوش والحرام والاختلاط والمنكرات وتجي تجمله وتقول هذه هذا هو النفاق. ولهذا العلاقه ديالنا لا الاسره مع الاسره ولا الاسهر مع الاسهر النساب كنقولوا حنا النساب مع النساب ما خصش تكون هاد المجاملات. حتى ان بعض الناس كيبغي يرضي الناس ويصيفط الزوجه ديالو الى مكان فيه اختلاط يقول لك باش ما يتقلقوش العائله باش ما يطير لهمش. ولا بغى يطير لهم يطير لهم. من ارضى الله بسخط الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ما فيها شك. ومن ارضى الله ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عليه الناس. يعني لا شك ان الانسان لما يدير واحد الحاجه فيها الطاعه ديال الله هناك من يسخط وهناك من لا يعجبه الوضع. لكن واش حنا نرضيو الناس وحنا نعلموا ان الله تعالى سخط؟ هذا غير ممكن. واختم بما قاله احد الحكماء قال في العلاقات بين الناس: يقاس المرء بالمرء اذا هو ما شاه. يقاس المرء بالمرء اذا هو ما شاه. كنقولوا حنا ما عمشتك ما عمشبهتك. نعم خص الانسان يشوف نفسه حتى المواقع اللي هو فيها حتى الناس اللي معهم لانه سيكون متهما في دينه وقد يطعن في عرضه. والمسلم لا يقف مواقف التهم او في مواطن التهم. ما عمشتك ما عمشبهتك. شي واحد جاء العطش بغى يشرب الماء لقى الخماره ودخل الخماره يشرب الماء وما شربش الخمر شرب غير الماء. لكن عندما يخرج من الخماره ويراه الناس ما كاينش شي واحد اللي غادي يقول راه دخل يشرب الماء. رايت فلانا في الخماره هكا غادي يقول هكا غادي يروج. رايت فلانا في الخماره واخا تحلف له بالله تقول له انا شربت غير الماء وخرج يقول لك لا انا شفتك خارج من الخماره. على ما كاينش اماكن اخرى تشرب فيها الماء بقيتي تشرب غير في الخماره. بمعنى ان المسلم ما يكونش في هذه المواطن هذه نهائيا. يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه. وفي الشيء على الشيء مقاييس وأشباه. وللمرء على المرء دليل حين يلقاه. قال: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه. ورد بالك منه. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه. شحال من واحد خرج على الآخر من اللي درت معاه العلاقة والصحبة خرج عليه. ولهذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة الكرام إن شاء الله تعالى الآن مع مادة الترجمة باللغة الهولندية ومع الأخ سعيد العمراني فليتفضل. مشكور إخواني اللي خرجوا إن شاء الله بالهدوء جزاكم الله خير حتى يتسنى للإخوان أن يستفيدوا من هذه الترجمة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فورت بخينا مت د سام فاتي فند بريك إكب أنت بخين voor het break even wat oproepen gedaan. Een van de oproepen is dat wij op donderdag, volgende week aanstaande donderdag, dat wij een verkiezingsdebat gaan houden. De bedoeling daarvan, er zijn mensen die gaan zeggen wat heeft dat te maken met de moskee enzovoort. Dat heeft wel te maken met de moskee, omdat er tegenwoordig wordt gestapt op de rug van de moslims. En de moslims doen net alsof ze niet bestaan.
En daarom hebben wij een verkiezingsdebat georganiseerd. De bedoeling daarvan is dat de moslims bewust worden van wat de partijen willen als het gaat om de godsdienstenzaken. En daarom zullen wij wat stellingen gaan maken en we willen weten hoe deze partijen daarover denken, zodat de moslim een beeld krijgt over als hij gaat stemmen, op wie hij moet gaan stemmen. De preek van vandaag ging over de omgang. Op basis van wat ga je met iemand om? En hoe ga je met iemand om? Het behoort tot de natuur van de mens, zegt de imam, dat hij met anderen leeft. Het is onmogelijk om in je eentje te leven. Alleen als het gaat om de moslim die ook tot de schepselen van Allah subhanahu wa ta'ala behoort, zijn er wat beperkingen. Als het gaat om de omgang met mensen. De islamitische wetgeving heeft wat regels vastgesteld als het gaat om het omgaan met je mede-moslim omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook als het gaat om hoe de moslim kijkt naar diegene die niet de islam aanhangt. De islam heeft voor de omgang met beide partijen aparte regels opgesteld. Echter, als het gaat om de omgang met je mede-moslim, degene die hetzelfde geloofsleer volgt, weet dat je dan gevraagd bent om deze manieren en gedragscodes aan te houden in deze omgang en in deze vriendschappen. Om jezelf te controleren op zuiverheid en oprechtheid in de omgang met je mede-moslim moet je rekening houden met onder andere de volgende punten. Jouw relatie met jouw Heer. Ben jij iemand die Allah subhanahu wa ta'ala echt gehoorzaamt? Ben jij iemand die zich onderwerpt aan hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bepaald? Neem je afstand van de verboden zaken of verwacht je alleen maar van iemand dat hij zo is terwijl jij dat niet bent? Dus eerst moet je kijken naar jezelf. Hoe je bent. Hoe ga je om met de bevelen van Allah subhanahu wa ta'ala? Hoe ga je om met de verboden zaken die Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden? En dan op basis daarvan kies je degene met wie je omgaat. De tweede punt dus, dat je, dan moet je kijken naar de mensen met wie je wil omgaan. Zijn zij hetzelfde mensen als jou als het gaat om de relatie met Allah subhanahu wa ta'ala? De imam heeft dat uitgelegd op verschillende manieren. Maar het gaat om dat jij oprecht moet zijn. Zuiver moet zijn in hetgene met wie je omgaat. Het maakt niet uit. Misschien gaat het om een bedrijf die jullie samen hebben opgericht. Of vrienden met wie je omgaat. Of mensen met wie je omgaat. Je moet eerst het voorbeeld geven. Je moet eerst goed zijn. Jij moet eigenlijk het voorbeeld geven. Niet verwachten dat anderen jou goed gaan behandelen terwijl jij niet goed bent. Derde punt, ben je iemand met kennis die weet wat goed is en wat niet goed is als het gaat om de afwijkende gedachten, verkeerde geloofsleer of jij onderscheid kunt maken tussen twijfelachtige zaken of niet. Dat is wel een belangrijk punt. Jij moet bepaalde bagage hebben om onderscheid te maken tussen het goede en niet en hetgene wat niet goed is. Als het gaat om gedachten, om geloofsleer, om twijfelachtigheden die er zijn enzovoort. Dus de echte omgang, de echte vriendschap vereist van je dat je oproept tot Allah subhanahu wa ta'ala met je kennis, met je daden, met je manieren van omgaan. En dat vereist ook van je dat je geduldig moet zijn met de mensen in je omgeving. En daaronder vallen ook je vrienden. Want je bent in een positie dat mensen op je wachten en wensen dat je ze adviseert, uitlegt en wijsmaakt. Bij zo'n punt is de imam stilgestaan. Om duidelijk te maken dat er veel vriendschappen zijn, dat mensen met elkaar omgaan. Maar als je kijkt naar hoe ze met elkaar omgaan en op basis waarvan ze met elkaar omgaan, dan zie je dat het niet juist is. Je ziet dat mensen met elkaar omgaan om te roddelen over iemand, om te praten over iemand. Ze gaan met elkaar om, ze weten van elkaar dat ze eigenlijk roddelen, dat ze iets verkeerd zeggen, maar toch zeggen ze niks daarover, omdat ze bang zijn dat die vriendschap niet doorgaat. Dat er iets gebeurt met die contact die zij met elkaar hebben. Dat is niet een juiste manier van met elkaar omgaan. Want jullie horen elkaar te adviseren, te vermanen.
De vriendschap of de vriendschap moet gebaseerd, de vriendschap moet gebaseerd zijn op het vermanen, het adviseren. Anders leidt zo'n vriendschap tot verlies. Want je bent in een positie dat dus de mensen op je wachten en wensen dat je ze adviseert, uitlegt en wijs maakt. En dit is de manier waarop onze vrome voorgangers omgingen met de mensen om hun heen. En als deze vriendschap niet op deze punten gebaseerd is, dan rust ons allen om de volgende waarschuwing van Allah subhanahu wa ta'ala aan te horen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat Zuchruf, Al-Akhila, de boezemvrienden, zullen op die dag, welke dag, de dag des oordeels, elkaars vijanden zijn. De mensen die met elkaar omgaan, maar hun manier van omgaan is niet gebaseerd op de regels die Allah heeft bepaald, maar is gebaseerd op roddelen over iemand, bijvoorbeeld praten over de eer van iemand, om wereldse zaken enzovoort. Deze mensen zullen op de laatste dag vijanden van elkaar zijn. Alleen de mensen die Allah subhanahu wa ta'ala hebben gehoorzaamd, mensen die godsvrees hadden, zullen straks op de dag des oordeels juist vrienden zijn, omdat de basis van die vriendschap al gelegd is, en dat is godsvrees. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat Zuchruf, vers 67, de boezemvrienden zullen op die dag, de laatste dag, vijanden zijn van elkaar, behalve de muttaqun. De muttaqun zijn de mensen die zich hebben geweerd tegen de slechte zaken, die de bevelen van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gevolgd en nagekomen zijn. Elk vriendschap die zich niet houdt aan de regels van Allah, waarin het gehoorzamen van Allah afwezig is, waarin advies omwille van Allah afwezig is, leidt uiteindelijk tot verlies. In de Koran vinden we verwijzingen naar deze betekenis in Surat al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt en gedenkt de dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen beet. Dat is de laatste dag. Terwijl hij zegt, had ik maar een weg genomen met de boodschapper. Wee mij, had ik maar niet zo'n ongelovige als vriend, boezemvriend genomen. Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de vermaning, nadat die tot mij gekomen was en de Satan is de mensen ontrouw. Dus op de dag des oordeels zul je afstand willen nemen van ieder vriendschap die niet gebaseerd was op het houden van elkaar omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar die spijt zal jou straks daar bij Allah niet baten. Omdat je nu daarover moet nadenken. Nu moet je goed nadenken met wie je omgaat. Want dat speelt een belangrijke rol als het gaat om de weg die je neemt in het wereldse leven. Mensen kijken naar je vrienden en bepalen aan de hand van die vrienden wie je bent. Als iemand met iemand omgaat, zo heeft een van de vrome ouders gezegd, dan wordt hij met hem vergeleken. Degenen die met elkaar omgaan, hebben in ieder geval iets wat hun bij elkaar brengt. Een vriend met wie je omgaat, weest je op een gegeven moment de weg die jullie volgen. Neem dus de onwetende niet als vriend. Aanwaak daarvoor, want hoeveel onwetenden hebben diegenen die zachtaardig en vergevingsgezinde zijn, laten dwalen van het juiste pad of hiervan afgehouden. Heel belangrijk boodschap in de preek van vandaag, dat jij met mensen omgaat op basis van wie ze zijn. Hun gedachten, de weg die ze nemen. Wat is hun relatie tot Allah subhanahu wa ta'ala? Zijn dat mensen die de bevelen van Allah volgen? Zijn dat mensen die afstand nemen van de zaken die verboden zijn of niet? En als je zo iemand hebt gevonden die voldoet aan deze eisen, dan moet jullie met elkaar omgaan op basis. Dan moet jullie met elkaar omgaan op basis van advies. Zie je iets verkeerd, dan adviseer je je medebroeder, de mens, persoon met wie je omgaat. Want dat is de essentie van het geloof, dat we elkaar vermanen en adviseren omwille van hem. Subhanahu wa ta'ala. Nafa'ani Allah wa iyyakum bima nasma'u wa bima naqul. Wa waffaqani wa illa wa iyyakum li kulli khairin wa salah. Innahu waliyu dhalika kullihi wal qadiru alayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.